وبدأنا الحمد لله، وبدأنا بالفعل نضع أمور كتيرة جدا ونستكمل ما تم إنجازه في وزارة الثقافة في السنوات السابقة، وهو كتير أيضا. ولكن فوجئنا بقى بالتحدي الأعظم، وهو تحدي جائحة كورونا، ودي طبعا نتج عنها ابتكار أفكار جديدة ومهمة جدا إن احنا نقدر نحقق فيها نجاحات، وبدأنا فيها. والحمد لله النهاردة احنا بنصل للدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بفكر مختلف، بتطور كبير. الدولة تطورت ونهضت بشكل كبير جدا، فيجب ان احنا كنا نتماشى مع هذا تحول الدولة للرقمنة. شجعنا بقوة على ان نفكر في فكرة المنصة الرقمية، وازاي ان احنا ممكن نتعامل. العالم خلاص كله بيتعامل بمفردات مظبوط. مختلفة النهاردة، فالحقيقة ده ساعدنا بشكل كبير. بدأنا بقناة الاونلاين الخاصة بوزارة الثقافة والقناة دي سالت الناس كتير، جدا، وهنا وحققت وفن نجاحات وإبداع كبيرة. لأن الحقيقة ما تم عرضه وما بيتم عرضه مش مجرد إن احنا بنعرض محتوى حفلات فنية فقط، لا أبدا. احنا عملنا زيارات للمتاحف، وضعنا كل المتاحف على الرقمنة، وضعنا المكتبات الخاصة بينا، يعني كل كنوز وزارة الثقافة استخدمناها واستحدثناها وبنستكملها مع بعض لغاية دلوقتي. واستكملت بقى النهاردة الحقيقة بالإنجاز العظيم اللي بيتم في معرض القاهرة الدولي للكتاب.